قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، فمن القمة السامقة الشامخة إلى الحضيض الأسفل مسافة هائلة تدعو إلى الذهول. من القمة السامقة الشامخة التي وصل إليها المسلمون يوما من الأيام إلى الحضيض الأسفل الذي نراه اليوم مسافة هائلة تدعو إلى الذهول. من القمة السامقة الشامخة حينما دخل ربعي بن عامر رضي الله عنه على رستم قائد الفرس، حينما طلب رستم وفداً لكي يفاوضه ويتصالح معه ولا يدخل في حرب مع المسلمين، فأرسل إليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ربعي بن عامر، رجل عادي من أفراد جنود المسلمين ولكنه بآلاف الرجال. دخل ربعي بن عامر على رستم وركب فرسا ذيله قصير استهزاء برستم، وربط في وسطه السيف ببعض ما غنمه من الفرس، ودخل على رستم في خيمته وأخذ حينما أرادوا قالوا له ضع هذا السيف، فقال لا، أنتم الذين طلبتمونا، فإن رضيتم بذلك وإلا رجعت. فدخل بعزة وإباء يقطع في البسط والفرش بسيفه ويدخل على رستم قائد الفرس، فيقول له رستم ما الذي جاء بكم؟ لماذا جئتم إلى بلادنا؟ فقال ربعي رضي الله عنه في عزة وإباء: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، فمن رضي بذلك رضينا به، ومن أبى حكمنا عليه بالجزية وإلا كانت الحرب. يقول في عزة وإباء، فيرفض رستم هذا العرض ويدخل في حرب مع المسلمين وينتصر المسلمون عليه. من القمة السامقة الشامخة حينما نجد أن رقعة الدولة الإسلامية اتسعت اتساعا عظيما، فقد وصلت إلى حدود الصين شرقا، وإلى بلاد المغرب العربي غربا، وإلى أوائل حدود فرنسا شمالا، وإلى أدغال إفريقيا جنوبا،
حينما يقف الخليفة المسلم هارون الرشيد رحمه الله وينظر من شرفة قصره إلى سحابة تمر فيقول لها أمطري، فكأن السحابة تقاعست عن أمره ومضت، فقال لها أمطري حيث شئت فإن خراجك سيأتي إلي، كناية عن اتساع رقعة دولة الإسلام. من القمة السامقة الشامخة حينما دخلت جيوش المسلمين وأبطلت هذه الأسطورة التي تقول أن هذه الجيوش لا تقهر، جيوش الفرس والروم، ودخلت جيوش المسلمين وانتصرت عليهم، حينما يقف القائد المغوار سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه على حصن من حصون الروم العالية ويتحصنون به، فيرسل إليهم رسالة بسهمه ويقول لهم والله لو صعدتم إلى السحاب إما أن ينزلكم الله إلينا أو يصعدنا إليكم، فيستسلموا صاغرين. من القمة السامقة الشامخة حينما يرسل أحد ملوك الروم نكفور إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد رحمه الله يقول له قد كانت الملكة التي قبلي ترسل إليك بالجزية والأموال وكانت امرأة ضعيفة، وها أنا قد توليت الحكم فأرسل لي ما أرسلته لكم من أموال. فيغضب أمير المؤمنين هارون الرشيد غضبا شديدا ويقول لحاجبه في رسالة قصيرة تحمل المعاني الكثيرة، يقول بسم الله من هارون أمير المؤمنين إلى نكفور كلب الروم، قد وصلتني رسالتك يا ابن الكافرة والأمر ما ترى لا ما تسمع، ويجيش له جيوشا عظيمة، فما كان من الآخر إلا أن استسلم ودفع الجزية عن يد وهو صاغر. من القمة السامقة الشامخة حينما تستنصر امرأة بخليفة المسلمين، حينما تصاب وتؤذى، وفي بعض الروايات أنها سحلت وسجنت من قبل الروم. انتبهوا، الروم هم الذين سحلوها وسجنوها. فتقول ومعتصما، فيخبر أحدهم المعتصم عن هذه الحادثة وكان بيده إناء يشرب فيه، فلم يضع هذا الإناء إلا وقد أمر بجيوش، قال والله لآتينهم بجيوش أولها عندها وآخرها عندي، ويذهب إلى عمورية التي حدثت فيها هذه القصة ويفتحها ويستخلص هذه المرأة من سجون الروم، ويقول لها هل لبى لك المعتصم ما طلبت؟ فتقول نعم، وتدعو لأمير المؤمنين. من القمة السامقة الشامخة التي وصل إليها المسلمون يوما من الأيام إلى الحضيض الأسفل الذي نراه من التفرق والتشرذم والذلة والمهانة، فالدم المسلم هو أرخص الدماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تستباح دماؤهم وتنتهك أعراضهم. إلى هذا الحضيض الأسفل مسافة هائلة تدعو إلى الذهول، ويتساءل المسلم هل هذا ممكن؟ هل هذا ممكن؟ ممكن أن تصل أمة من الأمم ما وصل إليه المسلمون يوما من الأيام، وصلت إلى ما لم يصل إليه أحد ولم يصل إليه أحد، ثم تنزل هذا النزول العجيب الغريب؟ لو لم يكن هذا واقعا نشاهده بأعيننا لما صدقناه. ثم يتساءل مرة أخرى ما السبب؟ السبب أو من أحد الأسباب أن ذلك ناشئ عن التربية السقيمة التي يتربى عليها شباب المسلمين الذين يتسمون بالسطحية والتفاهات والسفاهات من الأحلام والأعمال وغير ذلك. السبب أننا بحاجة إلى رجال، بحاجة إلى رجال حقيقيين يحملون هم الدين ويدافعون عن
أهدافه ومقاصده، بحاجة إلى رجال عندهم من الأخلاق ما تؤهلهم لقيادة العالم، بحاجة إلى رجال. ولكن من هم الرجال؟ هل هم الأقوياء؟ هل هم الأغنياء؟ هل هم الشهماء يتصفون بالشهامة وغير ذلك؟ من هم الرجال؟ تعالوا بنا أيها الأحبة في الله لكي نتعرف على بعض صفات الرجال كما وردت في كتاب الكبير المتعال. وأصدق القول قول ربي، وأحسن الكلام كلام ربي سبحانه وتعالى. فلنتعرف على صفات الرجال كما وردت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. أول صفات هؤلاء الرجال، قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نتعرف على صفات الرجال من كتاب الله، وقبل أن نخوض فيها نقول أن هناك فارق بين الرجولة والذكورة. الذكور كثيرون ولكن الرجال قليل، فالذكر هو عكس الأنثى، ولكن الرجل هو الذي يحمل صفات ومؤهلات تؤهله لكي يكون رجلا. أول صفات الرجال التي وردت في كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. فأول صفات الرجال أنهم صادقين مع الله عز وجل. الصدق منجاه، والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والصدق هو مطابقة الواقع لما عند الإنسان، أن يكون باطنه موافقا لظاهره. فالمرائي ليس بصادق، لأنه يظهر أنه عابد لله عز وجل وهو ليس كذلك. والمنافق ليس بصادق، لأنه يظهر الإيمان وليس كذلك. والمبتدع ليس بصادق، فإنه يظهر الاتباع وليس كذلك. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال يوم بدر، فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنس بن النضر: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، فلئن أشهدني الله قتالا آخر ليرين الله ما أصنع. قال أنس بن مالك: فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون بسبب مخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فالرماة أمرا واحدا من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سببا لانكشافهم وهزيمتهم. فلما انكشف المسلمون وقف أنس بن النضر رضي الله عنه الذي عاهد الله عز وجل، فقال: اللهم إني أستغفرك لما صنع هؤلاء وأبرأ إليك مما اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. وهنا وقفة. الصادق والعبد يكون ينكر ولكن بأدب، حينما اعتذر عما فعله المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء. لم يسب ولم يشتم كما يفعل الكثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حينما يخطئ أخوه أو يخالفه في أمر من الأمور فيكيل له السباب والشتائم، وليس هذا سلوك المسلم أبدا. المسلم ليس بالسباب ولا بالشتام ولا بالفاحش البذيء. قال أنس: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني إخوانه المسلمين،
وأبرأ إليك، وهو مع ذلك يتبرأ من كل مخالفة ويتبرأ من كل ما يغضب الله عز وجل، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم انطلق رضي الله عنه في أرض المعركة، فقابله سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: إلى أين؟ قال: الجنة يا سعد، الجنة ورب النضر، إني لأجد ريحها من دون أحد. سبحان الله، رجل على الأرض ويشم رائحة الجنة، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. فقال له سعد: أنا معك. يقول سعد: فوالله يا رسول الله ما استطعت ما صنع. ثم قاتل قتالا شديدا حتى قتله المشركون ومثلوا بجثته. قال أنس بن مالك: فوجدنا فيه 84 ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، وقد مثل به المشركون، ولم تعرفه إلا أخته الربيع ببنانه، يعني ببعض أطراف أصابعه كان فيها شامة، تعرفت عليه. يقول أنس بن مالك: فكنا نقول نزلت فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه كأنس بن النضر، ومنهم من ينتظر كباقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما بدلوا تبديلا. من صفات الرجال أيضا أنهم لا يبدلون، فحينما يصدقون مع الله تبارك وتعالى ويعاهدون الله عز وجل فإنهم يكونوا صادقين في ذلك. والصادق الصدق منقبة عظيمة جعلها الله تبارك وتعالى من صفات المؤمنين، كما في آية الأحزاب: والصادقين والصادقات، وفي آخر الآية: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وجعله الله تبارك وتعالى المرتبة الثانية بعد مرتبة النبوة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. بل إن الله عز وجل قد أمر عباده أن يتحلوا بالصدق وأن يكونوا مع الصادقين، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد نزلت هذه الآية في حق الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك: كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم، تخلفوا عن هذه الغزوة التي أمروا بها، ولكنهم كانوا صادقين واعترفوا بخطئهم واعترفوا بتقصيرهم. فليس العيب أن تخطئ، ولكن العيب أن تتمادى في الخطأ، نعتبر أنك تسير على الطريق المستقيم فإذا انحرفت عنه. إن استمررت على ذلك ومشيت في هذا الطريق المنحرف، كلما ركبت رأسك ومشيت فيه كلما زاد بعدك عن الطريق المستقيم. رجعوا وتابوا وأنابوا إلى الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. فقال الله عز وجل في إثر هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق، والصدق صدقان: صدق مع الله عز وجل، وصدق مع عباد الله سبحانه وتعالى. صدق مع الله كما فعل أنس ابن النضر رضي الله عنه حينما عاهد الله عز وجل، فصدق مع الله تبارك وتعالى. وهذه أيضا قصة أخرى يرويها لنا شداد بن الهاد رضي الله عنه، يقول: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في غزوة، فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أهاجر معك. فهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر صلى الله عليه وسلم به بعض أصحابه لكي يقوموا بشؤونه ويهتموا به، فخرج معهم وكان يرعى ظهرهم، يعني يرعى ظهرهم حينما يقاتلون،
فغزا المسلمون غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغنموا منها بعض الغنائم، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم على أصحابه وجعل لهذا الأعرابي حظه ونصيبه، فأتوا به فأعطوه ذلك فقال ما هذا؟ قالوا قسم أو قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم قسم قسمته لك. فقال يا رسول الله ما على هذا اتبعتك؟ صدق، ما على هذا اتبعتك؟ نهدي هذه القصة إلى الذين يريدون من شرع الله ومن الشريعة أن تحل جميع مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغير ذلك، ولو لم تحل هذه المشاكل فيلقى بها إلى البحر ويلقى بها إلى الجحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال يا رسول الله ما على هذا اتبعتك؟ إنما اتبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا، وأشار إلى حلقه، فأموت فأدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم قامت الحرب مرة أخرى، فأتي بهذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصابه السهم حيث أشار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا نعم يا رسول الله هو هو. فقال صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله. ثم قدمه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه ودعا له، فكان من دعائه اللهم إن هذا عبدك قد خرج مجاهدا أو مهاجرا في سبيلك ومات شهيدا، أنا شهيد على ذلك. صدق الله فصدقه الله. كثير منا من يعاهد الله عز وجل ولكنه مع الأسف لا يصدق، فهل من توبة وهل من رجوع إلى الله عز وجل؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، ولا يعلم الصادق من الكاذب إلا الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في حج أو عمرة، ثم وهو راجع قال دعاء غريبا عجيبا، قال اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك، أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. فقالوا له يا أمير المؤمنين من أراد الشهادة في سبيل الله يخرج إلى الثغور لا يكون بالمدينة. فقال رضي الله عنه هكذا سألت وهكذا طلبت من الله عز وجل. فلما رجع إلى المدينة لم يلبث أياما إلا وقد قتله الحاقد الكافر المجوسي أبو لؤلؤة في وهو يصلي في الركعة الثانية من صلاة الفجر، فكان رضي الله عنه شهيدا ودفن بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم بجوار صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. فأجاب الله عز وجل دعوته، مات شهيدا ودفن ومات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فأول صفات الرجال الصدق مع الله عز وجل، وفي آخر الآية فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ما غيروا وما حرفوا، كان موقفهم ثابتا فهم مع الحق دائما، لا يروغون روغان الثعالب، لا يتحججون بالكثرة الغثائية. وفي أول الآية انتبه قال الله من المؤمنين، فيها كناية عن القلة، المسلم لا يتأثر بالكثرة وبالأغلبية، ودع عنك الديمقراطية الزائفة العفنة التي ما جنينا منها إلا كل خراب ودمار، حكم الأكثرية وحكم الأغلبية ليس هذا في دين الله، إن الحكم إلا لله.
فالأكثر. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أسلك طريق الهدى ولا يضيرك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا يغررك كثرة الهالكين، ولا يغررك كثرة الهالكين. والله عز وجل ما ذكر الكثرة في كتابه وما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته إلا مذمومة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يشعرون، وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولكنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء، أكثر من مليار مسلم، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقليل من عبادي الشكور. القلة ممدوحة والكثرة مذمومة. فدع عنك حكم الأغلبية وحكم الأكثرية والديمقراطية وهذه الأمور الزائفة. وما بدلوا تبديلا، كان موقفهم ثابتا، لا يدورون كما يدور أو لا يدورون بما يدور عليه الناس إلا أن يكون موافقا لحكم الله عز وجل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ومن صفات الرجال أيضا في كتاب الله عز وجل ما ورد في قوله سبحانه وتعالى: رجال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه صفات الرجال. فبعدما ذكر الله عز وجل مثل قلب المؤمن ومثل نور الله سبحانه وتعالى، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، ذكر الله تبارك وتعالى موضع هذا المثل وهو بيوت الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع، وبين أنها هي المصانع الحقيقية للرجال الحقيقيين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو، يعني في الصباح والآصال في العشي آخر النهار. رجال صفاتهم: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هم يتاجرون، يبيعون ويشترون، لم ينفكوا وينفصلوا عن دنياهم، ولكن بالرغم من ذلك لا ينسون حق خالقهم سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. مر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ببعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم جالسون في السوق، فلما سمعوا النداء الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح، تركوا بضاعتهم ولبوا نداء الله عز وجل. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هؤلاء الذين ذكر الله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذا ما حدث تعارض فيقدم حق الله عز وجل على كل حق، على حق الأهل وحق المال وحق الولد وحق النفس. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. قال الإمام أحمد رحمه الله: وتعظيم الناس للإسلام على قدر تعظيمهم للصلاة، فمن كان معظما للصلاة فهذا يدل على قدر تعظيمه للإسلام. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال ويخافون، نعم، ولكنه ليس خوفا كخوف النساء الذي فيه البكاء والصراخ والعويل ثم لا إلى شيء، ولكنه الخوف صوت الله عز وجل الذي يدعوهم إلى العلم والعمل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني أشدكم لله خشية، يخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام. من كان بالله أعرف كان منه أخوف. الخوف
الذي يدعو العبد إلى العمل وإلى الإقبال على طاعة الله عز وجل، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا من أكثر الناس عملا ومن أكثر الناس خوفا. يقول أبو بكر: وددت أني شعرة في صدر عبد مؤمن. ويقول عمر رضي الله عنه: وددت أني كنت ترابا لا لي ولا علي. وهكذا سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا رجالا، رجال لا تلهيهم تجارة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. من صفات الرجال أيضا في كتاب الله عز وجل ما ورد في قوله سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فمن صفات الرجال أنهم يحبون الطهارة والنقاء. وقال المفسرون: المقصود بالطهارة في هذه الآية الطهارة الحسية والمعنوية. الطهارة الحسية بالوضوء والاغتسال وغير ذلك، والمعنوية بالبعد عن الذنوب والمعاصي. قال أبو العالية رحمه الله في قوله تعالى: يحبون أن يتطهروا، قال: إن الطهور بالماء لحسن، ولكنهم المطهرون من الذنوب والمعاصي. المطهرون يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الرجال يحبون الطهارة والعفة والنقاء في زمان قلت فيه الطهارة ولا حول ولا قوة إلا بالله، في زمان يكتب فيه مستقبل هذه الأمة أناس تربوا على النجاسة والعياذ بالله، يقبل على نفسه أن تفعل ابنته الفاحشة طالما أنها رضيت بذلك، هي مسؤولة عن نفسها، ثم يصوت عليهم بنعم ولا حول ولا قوة إلا بالله. الطهارة أيها الأحبة في الله شعار الرجال التي يرفضها هؤلاء الخبثاء. أخرجوا آل لوط من قريتكم، ما هي جريمتهم؟ ما هي مصيبتهم؟ إنهم أناس يتطهرون، يقولون الحلال والحرام ويجوز ولا يجوز. لا، أخرجوهم من قريتكم، هؤلاء شعب ونحن شعب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الطهارة وما أدراك ما الطهارة. والذنوب رجس عظيم يصرف العبد عن ربه تبارك وتعالى ويباعد به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحقرات الذنوب، الذنوب الصغيرة التي تحتقرونها، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه. فالذنوب والمعاصي سبب لهلاك العبد، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه. الطهارة من الذنوب ومن الخبث. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. بقي لنا بعض صفات الرجال نؤجلها إلى ما بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لم يترك خيرا قط إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا قط إلا وحذرنا منه، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته. أمرنا ربنا بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الأحبة في الله، فمن صفات الرجال أيضا التي وردت في كتاب الله عز وجل أنهم يدعون إلى الله عز وجل ويتبعون منهج الأنبياء والمرسلين، يتبعون منهج الأنبياء والمرسلين. قال تعالى في مؤمن آل ياسين: وجاء رجل
من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، اتبعوا المرسلين الذين نعظمهم ونقدرهم ونضعهم في المكانة التي وضعهم الله عز وجل اللائقة بهم، ليس كما فعل القوم حينما حذفوا هذه المادة التي تحرم وتجرم سب الأنبياء والمرسلين. يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هذه صفات الرجال، يدعون إلى الله تبارك وتعالى ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وبالضوابط الشرعية طبعا، ويشاركون في أعمال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ومن صفات الرجال أيضا أنهم يصدعون بالحق ولا يخافون في الله لومة لائم، ولا يروغون كروغان الثعالب، يريدون أن يرضوا الجميع، ومن أراد أن يرضي الجميع فلن يرضي أحدا. مشكلة، من أراد أن يرضي الجميع لن يرضي أحدا أبدا. قال الله عز وجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون وحاشيته كلهم يحيدون عن منهج الله تبارك وتعالى، فخرج فيهم هذا الرجل المؤمن. وقال رجل مؤمن من آل فرعون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، أتقتلون هكذا يصدع بكلمة الحق ولا يخاف في الله لومة لائم، وينكر على فرعون وحاشيته ما فعله من جرائم وسفك للدماء، ينكر عليه ولا يخاف في الله عز وجل لومة لائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وقال رجل مؤمن من آل فرعون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، هكذا الرجل يدافع عن المؤمنين ويدافع عن المسلمين ويدافع عن مقدساتهم. أيضا من صفات الرجال التي وردت في كتاب الله عز وجل أنهم ينصحون للمؤمنين ويوجهونهم إلى طريق الخير. قال الله سبحانه وتعالى في قصة موسى عليه السلام وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فهكذا الرجال ينصحون لله عز وجل ويعينون إخوانهم المؤمنين ولا ينفصلون عنهم ليأخذوا ويسلكوا طريقا آخر. هذه صفات الرجال، حتى لا أطيل عليكم، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عز وجل عليه، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، رجال يحبون أن يتطهروا، رجال يتبعون منهج الأنبياء والمرسلين، رجال يصدعون بكلمة الحق ولا يخافون في الله لومة لائم، رجال ينصحون للإسلام وللمسلمين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف يوما بين مجموعة من أصحابه فقال لهم تمنوا، فقال أحدهم أتمنى ملء هذه الدار ذهبا وأموالا أنفقها في سبيل الله عز وجل، قال تمنوا، فقال آخر أتمنى زبرجدا وياقوتا فأنفقه في سبيل الله عز وجل، وتمنى كل واحد منهم، فقالوا يا أمير المؤمنين تمنى أنت، فقال رضي الله عنه أتمنى ملء هذه الدار رجالا كأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة فأدافع بهم وأنشر بهم الدين. أتمنى رجالا كأبي عبيدة وسالم ومعاذ ليرفع بهم كلمة الله عز وجل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم عليك بالظالمين وأعداء الدين، وعليك بالقتلة والمجرمين، وعليك بكل من كاد للإسلام وللمسلمين. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، ولعنهم لعنا كبيرا، وأرنا فيهم يوما عبوسا قمطريرا. اللهم ألف بين المسلمين، اللهم ألف بين المسلمين، اللهم واجمعهم على كلمة الحق يا رب العالمين، اللهم واجمعهم على كلمة الحق يا رب العالمين. اللهم ردنا والناس إلى دينك ردا جميلا. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض ولدينك أن يسود، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض ولدينك أن يسود، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض ولدينك أن يسود. اللهم مكن لدينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين من المؤمنين في سوريا، وكل إخواننا المستضعفين من المؤمنين في فلسطين، وكل إخواننا المستضعفين من المؤمنين في بورما، وفي كل مكان من أرضك يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بنصر الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصر الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصر الإسلام وعز الموحدين. اللهم اغفر للمؤمنين وللمؤمنات وللمسلمين وللمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب مجيب الدعوات. جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.